احنا المحاضرة الماضية بدينا في الدوال، تمام، وحكينا انه شو تعريف الدالة. تعريف الدالة هي عبارة عن كود انا بعيد استخدامه. هاي جزئية كتير مهمة، انه كود انا بعيد استخدامه. كيف انه انا بعرفه؟ بكتب def اسم الدالة، طبعا بطبيعة الحال قوسين، تمام، نقطتين. انت عندك هذا الكود تابع للدالة، لو انت شغلت هذا الكود مش رح يحصل شيء، لانه هذا مجرد تعريف للدالة، فيش فيه استدعاء. هنا انت استدعيت الدالة، خلي بالك، بدون نقطتين. هنا حطيت اي حاجة تانية، وهنا استدعيت الدالة كمان مرة، تمام. دكتور، ايش كان اخر كلمة؟ وين؟ هاي؟ هاي هادي ثينك اسم الدالة، اسم الدالة، نعم. فهجد فعليا انه انت عندك دوال في البايثون بنسميها built in functions. اي حاجه مرت عليك سابقا فيها قوسين، هذا عباره عن داله. ايش اشياء احنا مرت علينا بقوسين؟ الانبوت، البرنت، والتايب، والفلوت، والانتجر. هذول ايش بيحاولوا؟ الفلوت وانتجر. التايب شو بتعمل؟ بترجع لك النوع. الانبوت بتعمل لك ادخال، البرنت بتعمل لك طباعه على الشاشه، تمام. هذول، هذا المصطلح احفظه، built in، دوال معرفة بشكل مسبق في البايثون. ايش اسمها؟ built in function، دوال معرفة بشكل مسبق في البايثون، يبقى موجودة هي كجزء من البايثون، تمام. طيب، وفي امكانية انه احنا نعرف دوال خاصة فينا. كيف؟ عن طريق def. بالضبط، نعم. هاي كيف مش كاتبينهم؟ وين مش كاتبينهم؟ هاي تعريف الدالة، هاي تعريف الدالة، def think، في عندك قوسين، شايف، تمام. هجيت احنا لما عملنا def المرة الماضية، هاي كتبت اسم الدالة welcome وقوسين نقطتين، وهنا بعمل print hello، تمام. هاي فيها اقواس def، هيك انا عرفت الدالة خاصة فيا انا. ايش اسمها؟ welcome. وفي انت عندك الدوال اللي موجودة مسبقا، ايش هي؟ اللي هي print hi. في عندك دالة التايب، بس هنا بدنا نحطها في جملة برينت الا اذا احنا استخدمنا الشيل. هنا في عندك برينت هاي، هذه دالة بيلت ان. في عندك دالة الانت، ايش بتحول؟ بتحول لك من سترينج لانتجر. لاحظ هنا انه انت بدون كوتيشن رقم، عشان توضح الصورة أكثر، هاي الإكس بتساوي بين كوتيشن 1 2 3. شوف لي قيمته هنا، هاي إكس، هاي بكوتيشن، شايفه، تمام. الآن لما أقول إنت للإكس، حول لي 1 2 3 لرقم، كذلك دالة الفلوت 1 2 3 بوينت 4 برضو من string لنص. وحكينا في لها شروط، لازم يكون base 10 base 10، واذا طلع عن اشي غير هيك بيطلع لي error. ايش اسمه؟ value. نعم.
وكذلك في عندي دالة التايب. ايش التايب تبع الاكس؟ STR. طيب ايش التايب تبع التلاتة؟ انتجر. والتلاتة واحد او اثنين فلوت. ثلاثة فاصلة ايش؟ لا بعتبر لك اياه هذا فلوت. بالضبط. زي كأنه انت بتعمل بوينت ثلاثة. تمام؟ هذا الاشي حتى انت موجود عندك في الآلة الحاسبة. ممكن انت تحط في الآلة الحاسبة انه تحط مش 0.3 بوينت 3 على طول. طب بكتب القائس 0 هو بيظهر لك اياها، لكن انت في الادخال انه انت دخلتها زي هيك وانه بتعامل معها. تمام؟ فهدول كلهم دوال بيلت ان. تمام؟ وفي عندك خيار انه انت تعرف الدالة تبعتك. كيف بدك تعرف الدالة تبعتك؟ ببساطة انه بتعمل ديف اسم الدالة وبتعمل برنت او بتكتب الكود تبع الدالة. هنا سطر اثنين حيتنفذ؟ لا هيشغل؟ لازم تعمل استدعاء. نعم من غير نقطتين، من غير نقطتين. تمام. هنا بتكتب الاستدعاء، ساعتها بيشتغل عندك الكود بهذا الشكل. هاي بس مش هاي الدالة اللي انا عرفتها، كتبت اسمها بدون نقطتين. هاي ما كتبتش، بس عملت ران، ما مش عامل انبوت بالمرة. هاي حط الاسم اللي بدك اياه. واحنا الكلام هذا حكينا انه الدالة عادة لما تختارها ايش لازم يكون الاسم تبعها؟ انه ايش يكون؟ معبر. تحديدا ايش يكون؟ فيرب ولا ناون؟ فعل. ليش؟ لانه الدالة يعني احنا حكينا هذا الكلام سابقا، انت لما تعرف دالة هنا لما تقول لي دالة اسمها كار، شو بتعمل هيك؟ كار في. لكن لما تقول get car speed، جيب لي سرعة السيارة الحالية. تمام؟ هجيت انت عندك بيت. هاي فيرب ولا ناون؟ ناون. طب ماشي، انت بتقول لي في دالة اسمها سرعة، فعليا شو بتعمل في السرعة؟ تاخدها بتجيبها بتسجلها، مش معروف. لكن لما تحطها كفيرب فريز انه سبيد اب تزود السرعة، او تقول له هنا انكريس، انكريس فيرب انكريس سبيد، فبالتالي انه صارت انه واضحة. وبالتالي هذا الاسم انت اختاره زي ما انت بدك، ولكن نظام التسمية بدك انه انت تختاره بعناية. بالضبط. تمام؟ طيب نيجي الان لموضوع الارجمنتس. هجيت الارجمنتس هذه بالعربي هي عبارة عن معاملات. معاملات الدالة، أو إلى اسم تاني بالإنجليزي اسمه parameters. فهي المصطلحات خلي بالك منها. لما أحكي لك الارجمنتس تبعت الفانكشن خلاص خليك متعود على هذا المصطلح. ايش هو الارجمنتس؟ هو عادة اللي الشيء اللي انت بتمرره بين الاقواس. هاي انت عندك اسم الدالة، تمام، اف واحد زي هيك، بتفتح قوس
هنا بتحط باراميتر او argument. تمام؟ طيب عشان توضح الصورة، نعم ارجو على الزبادل، مش سامع، ارجو على الانجليزي معامل، معامل معاملات arguments يعني معاملات. كلمة مجادل هديك انه as a verb، as a noun انت عندك هي عبارة عن معاملات. طيب هنا انت عندك اكتب برنامج او تحديدا اكتب دالة لادخال اسم شخص والترحيب به. هنا زي ما تعودنا هنا تمام، هاي نص السؤال وهي انت عندك الدالة، انه انا عملت هنا name كانبوت وطبعت ترحيب بهذا الاسم وهي استدعاء للدالة. هنا سألني عن اسمي احمد، هل هو احمد؟ تمام، حاجات الباراميتر هي الشغلات اللي انت بتمررها بين القوسين. فاكر دالة الماكس؟ حكيت لكم عنها دالة الماكس؟ لا. في عندك دالة بيلت ان في البايثون بتجيب لي اعلى قيمة. مش احنا اخذنا المرة الماضية انه انت اكتب لي برنامج يجيب لي اكبر رقم او اصغر رقم، تمام؟ فبالتالي هنا هاي ماكس 3 6 19، براجع 19 دالة اسمها ماكس. من نفس الاشي 3 6 19، ايش المفروض يرجع؟ 3. وبرضو هنا في نفس المبدا، انه انت في حال انه انت مررت له 3 3 9، مين اصغر رقم؟ 3. انت عندك رقمين قد بعض وهم الاصغر من الرقم الثالث، فبالتالي بترجع له واحد منهم، مش فارقة. لا تمام، فهدول عبارة عن arguments. احنا لما كنا نستدعي دالة البرنت كنت ايش اسوي؟ امرر هنا تمام، وهي الارجمنت الثاني. هذه كم argument بتاخد؟ 2. هاي 3. هذول الارجمنت ايش طبيعتهم؟ انتجر، ارقام، وهذول string. تمام، ممكن الدالة هذه ما تاخدش arguments زي دالة الويلكم. هاي يبقى الارجمنت هو الشيء اللي انت بتمرره بين الاقواس، هو الشيء اللي انت بتمرره بين الاقواس. ممكن يكون عندك باراميتر واحد، ممكن يكون عندك 2، ممكن يكون عندك 3، قد ما بدك حسب الحاجة. تمام؟ طيب هكذا، أنا بدي أغير لك نص السؤال، بدي أقول لك هنا اكتب دالة بدل إدخال لتمرير اسم شخص والترحيب فيه. ما دام بحكي لك للتمرير معناها انا بقصد هنا انه use arguments او parameters، استخدم معاملات.
ركز معايا، اطلع على الشاشة كويس. في هذه الحالة هذا السطر بصور ملوش لازمة، شايف حطلي خط على النيم، بقول النيم هذا من مش معرف من وين، بنقول له تقلقش حنمرر لك اياه في استدعاء الدالة، هو عبارة عن متغير حنمرر لك اياه في استدعاء الدالة. كمان مرة ركز معي، احنا عندنا في الاول الوضع زي هيك، عملنا ادخال المتغير هذا تمام، هيك بصير ملوش لازمة تمام، بس في عنده اشكالية انه هذا النيم مش عارف القيمة تبعته، من وين بدي اجيب لك اياه، بقول له تقلقش احنا حنمرر لك اياه في استدعاء الدالة. فبالتالي هنا استدعاء الدالة ايش حيصير، بدي امرر له باراميتر، بحط بين كوتيشن وبحط احمد تمام، هاي شغل هلو احمد. ركز معي الان، الان انت عندك هي معرف الكود زي هيك، اول ما حيجي ينفذ هذا تعريف هذا حيشتغل بدون استدعاء، هي بدون استدعاء، هذا ايش الناتج تبعه؟ مش استدعاء، هذا اللي بيقول لي سطر سبعة حيتنفذ مش مبرمج تمام، فيش استدعاء، فبالتالي هذا الكود هو عبارة عن تعريف لدال مش حيشتغل. اوعى استدرجك في الامتحان واقول لك ناتج الكود هذا ايش هو وتروح تقول لي برينت نيم، بخلص عليك ساعتها تمام، فيش ناتج تمام، اوعك استدرجك، واخد بالك تمام. هجيت هنا اشوف تشغيل او استدعاء الدالة، احنا وين الاستدعاء هنا في سطر 10، ايش راح يسوي؟ راح يجي ينفذ هذا تعريف دالة، راح يجي يمشي سطر 4 5 6 هذا تعريف دالة ماشي اوكي، عرفنا انه في دالة اسمها كذا وهي الكود تبعها، يجينا عند سطر 10 لقى استدعاء للدالة، وين حيقفز؟ على سطر 6 حيبدأ ينفذ الكود، وبعدها حيرجع وين؟ على سطر 11 يكمل print done. كمان مرة welcome أحمد، أو بلاش أحمد، هاي علي، احنا الآن في سطر 10 اللي فوق كله تعريف دالة ما نفذش منه ولا شيء، وين بدأ ينفذ؟ أول حاجة في سطر 10، قفز لسطر 6 نفذ الكود، وبعديها رجع لسطر 10 كمل عمل طباعة على دان، بعديها في استدعاء تاني في سطر 12، في سطر 12 من 12 قفز لوين؟ لستة نفذ ورجع خلاص خلص الكود بالضبط. فالآن شوف كيف، هاي هلو هاي دان، وهي هلو أحمد دان هلو علي تمام. اللي بيجي بيسأل انه انت كترتيب منطقي انه هذه القيمة اصلا من وين جابها، هو اصلا هذا بتنفذش، وين بدأ ينفذ؟ انت عندك في 10، في 10 انت قلت له ويلكم احمد، وكأنه ركز معايا ايش انا حكتب على اللوح بالضبط، وكأنه انت بتقول له انه النيم بتساوي احمد، من وين جاب القيمة تبعتها؟ هاي هاي معنات انه انت من استدعاء الدالة مررت له باراميتر، والباراميتر هنا معناته انه هنا النيم بتساوي احمد، اللي هي هاي الجملة تمام. كمان مرة ويلكم احمد، هنا معناته انه النيم بتساوي احمد، فانت لما تقول له هلو نيم بتطبع لك الفاليو تبعتها احمد. ممكن ويلكم علي، ممكن ايش؟ ويلكم علي مالها؟ تحطها بدل احمد. طب ما هي يا هي انا مستدعينها تحت، يعني بدك اثنين علي يعني، ولا انه هاي ممكن النيم، النيم قصد المستخدم يحطه ندخله انبوت، هذا موضوع ثاني، استنى علي شوي. طب انت رحت باسمين قالوا احمد وعلي، كيف رحت باسمين شو اسمه؟ لا احنا خلينا ممكن امرر تو باراميترز ببساطة، انه بتقول له هنا نيم واحد نيم
2 وهنا بحكي ويلكم نيم 1 نيم 2 وهنا بنصير نحكي انه احمد كوما علي زي البرنت اللي هنا مش احنا عملنا برنت كوما باراميتر الاول باراميتر الثاني وهنا باراميتر اول ثاني ثالث تحط قد ما بدك ما دام انت معرف هنا تمام وهنا بنرحب في علي ومين احمد العكس ماشي هلو احمد علي والثاني علي احمد هما اثنين اصحاب واحد اسمه احمد علي والثاني علي احمد تمام واضح يا شباب طيب حلو الكلام كده طيب هل جيت انت ممكن تسأل نفسك سؤال احنا ليش بنوجع راسنا ونعمل هنا باراميتر ما كنا حلوين وبنعمل انبوت جوا وخلاص صح مش كان عندنا النظام الاول انه لا بلاش هيك تمام ونقول نيم واحد بتساوي انبوت ونيم اثنين بتساوي انبوت ما خلينا زي هيك ليش احنا نغلب حالنا مش هعرف الانبوت لمين انت جربت حاجات الفكره في الموضوع انه انت لما تخلي الادخال جوا الداله انت فعليا بتربطني بتربطني في الاستدعاء انه انت دائما لازم تيجي تعمل انبوت وانبوت من وين من السي ال اي ايش السي ال اي برضو شرحناها في الاول كوماند لاين انترفيس زي موضوع انه الهاتف الذكي جهاز غبي خلي بالك عرفت نمط الاسئله كيف انا بجيب لك صح ايش هي الكوماند لاين انترفيس هي الواجهه اللي هي هذه هيا افتح لك ويندوز جديده هذه عباره عن واجهه بتشتغل بالاوامر كوماند كوماند لاين انترفيس هي عباره عن واجهه بس ايش الاستخدام تبعها بالاوامر بدك تشوف المجلدات اللي موجوده في المجلد هذا في الهوم فولدر تبعي بكتب الاس وممكن اتعامل مع واجهه ثانيه شو اسمها جرافيكال يوزر انترفيس جي يو اي ايش هي الجي يو اي اللي هي الويندوز اللي انت متعود عليه بدك تشوف محتوى مجلد معين بتروح بتفتح انت عندك مستكشف الملفات بتروح تفتح دبل كليك هاي المجلدات الموجودة في المجلد هذا تمام بدك تشغل برنامج من خلال برضو واجهة رسومية في عندك ايقونات واشكال ورسومات انه هذه الايقونة معناها لصق هذه الايقونة معناها كذا هذه الايقونة تدقيق املائي زي هيك واجهة رسومية فبرضو هذه واجهة ولكن رسومية وفي عندك واجهة تانية من خلال الأوامر Command Line Interface هجيت دالة الانبوت انت بتجبرني دايما انه انا ادخل الانبوت تبعي من وين من خلال شاشة CMD من خلال شاشة CMD وهذا الكلام برضو بينطبق عليك في الويندوز انت لما تيجي في الويندوز تكتب CMD هيو بشغل التيرمينال هنا احنا في هذا النظام بنسميه تيرمينال انت عندك في الويندوز بتسميه CMD او الكوماند برومت شغل زي هيك هي يشغل لك التيرمينال انت عامل ران اضغط على زر الويندوز عندك في الويندوز نظام تشغيل ويندوز واكتب CMD بيطلع لك اياه تمام طيب فالان انت مش هذا ايش مش هذا الايه بهكرو والله يعني ممكن انه انت تحتاج انه انت تنزل تحت للكوماند لاين عشان انه انت تهكر يعني ناوي يعني انت
تمام. انت بالحاله هذه تجبرني دائما ادخل الانبوت من خلال الشاشه هذه انت فعليا ربطتني. لو رجعنا لاول الفصل لما قلت لك انت ممكن تكتب كود بايثون او برامج بايثون لاي منصات، حكيت لك ويب وموبايل وديسكتوب، صح؟ فبالتالي انت تخيل حالك انه انت بدك تاخذ تكتب تطبيق موبايل، تكتب تطبيق ويب، تمام، وبدك تاخذ قيمه من المستخدم. هل بنفع داله الانبوت؟ لا بتنفعش. حكيت الانبوت او القيم اللي انت ممكن تاخذها من خلال البراوزر كيف بيكون شكلها؟ انت لما قدمت طلب التحاق في الجامعه كيف قدمته؟ على الويب، على الصفحه. ايش مكتوب انت عندك؟ مكتوب الاسم، حطيت الاسم رباعي، حطيت اسمك، اسم الاول، اسم الاب، اسم الجد، صح؟ فبالتالي في عندك حقول في واجهه ال HTML وكتبت فيها. فبالتالي انا ممكن في عندي اكثر من طريقه انه انا اخذ مدخلات من المستخدم، مش بالضروره دائما داله الانبوت. فالان لما الغي هاي الشغله وايش اعمل؟ وتقول له هنا نيم واحد، نيم اثنين، لا هيك مش مقيد. هنا جيب المدخلات زي ما بدك، سواء كان من البراوزر، صفحه HTML، او من كوماند لاين، او من وين ما بدك، ومرر لي اياها، تمام. فبالتالي هاي الاستدعاء الاول، ايش حطيت القيم انا عندي في الكود؟ ممكن استدعي كمان مرة؟ ايش اسمك الاول؟ خزنته في متغير اسمه first name، بعرف متغير تاني اسمه last name، الاسم الاخير اسم العيلة يعني، برضو input. وهنا بقول له لان انا اخذت المدخلات انا عندي في متغيرات، وهنا في الحالة تبعتنا اخذتهم من وين؟ من الكيبورد، من CLR. ممكن في تطبيق تاني اكون اخذتهم من الويب، بهمنيش انا من وين اخذتهم، المهم انه القيم وين موجودة في هدول المتغيرات. ساعتها بروح بطبع رسالة الترحيب first name last name. خلينا نجرب. حكيت بطبيعة الحال احنا عندنا هلو احمد علي، علي احمد، وين وات از يور فيرست نيم؟ حسن. مين؟ محمد. فبالتالي هيو هلو حسن. تخيل هذا الانبوت احنا اخذناه بطريقة تانية، تمام؟ كيف زي اللي فوق؟ كيف يعني دف؟ لا انا بقول تخيل اخذناه بطريقة تانية من خلال الويب، من خلال فور، من خلال نموذج HTML input، تمام؟ واضح؟ مبدأ الباراميترز حيران. شيخ تمام.
قال لو سألتك في الامتحان قلت لك شو السبب انه احنا بنستخدم باراميترز عنا في الدوال، انه هنا فعليا انت اعطيتني مرونة، انه انا هي استدعيت الدالة بالطريقة الاولى وحطيت انا عندي الباراميترز مباشرة انا عندي في الكود، والطريقة الثانية انا اخذت انبوت تمام بطريقة ما بغض النظر عن الطريقة هذه ومررت المتغيرات تبعتهم تمام، تدي مرونة اكتر لانه استخدام الانبوت جوا الدالة انه بيكون فيها تقييد. ايش هو التقييد؟ انه انت دائما اجبرتني انه تاخذ الباراميتر من خلال السي ال اي، بيكون دائما اجبار لاخذ الباراميتر من خلال السي ال اي تمام. طيب الان واضح الفرق بين السؤالين، انه هنا اكتب دالة لتمرير اسم شخص والترحيب فيه، وهناك اكتب دالة لادخال. فانا بدي اعطي لك الان سؤالين وبدي احلهم بشكل منفصل. اكتب برنامج اكتب دالة لادخال ثلاث ارقام وطباعة الاكبر. ما دام انا كتبت دالة وادخال معنى ذلك انه هنا انه بدون باراميترز بدون معاملات تمام. وفي نص سؤال تاني نفس المطلوب بالضبط ولكن بدك تستخدم معاملات، معاملات اللي هي arguments يا أستاذ. هنا اكتب برنامج اكتب دالة لتمرير ثلاث أرقام وطباعة الأكبر. نعم بدك تعمل دالة زي الماكس هنا باستخدام الارجمنت اللي هي المعاملات. حللي هذا بالأول تمام، بنحله مع بعض وبديها بعديها بخليك تحل الثاني وبرضه بنحله مع بعض. هاي بدي افصل لك اياه في ملف ثاني. نرجع لهذا، هذا ايش مطلوب؟ خليك معي يا استاذ. ادخال دالة لادخال ثلاث ارقام وطباعة الاكبر. فهنا ديف لارجست وهنا مطلوب ادخال يبقى ان واحد بتساوي انتجر انبوت وهنا انتر ان واحد. فهنا اثنين ثلاثة. نعم لازم نعمل ايش؟ امنع الصوت يا استاذ مش سامع، امنع الصوت. شوف ركز معي يا استاذ ثواني، مش لازم. ايش اللي بالاخضر يعني؟ بس عشان انه انا لما اشغل لك انه انت تستوعب انه انا ايش بشغل قاعدة او ايش بدخل تمام. اما على الموديل لا بدون تمام. طيب حقيقة كنتك تحدد انه اكبر، بدك تضمن انه ان واحد اكبر من ان اثنين وفي نفس الوقت اكبر من ان ثلاثة. and لازم تكررها، بنفعش تقول ان اثنين، لازم تقول انه and ان واحد اكبر من ان ثلاثة. وهنا عشان حالة التساوي لو دخلت له ارقام متساوية بحط برضو زي هيك، ساعتها بيكون ان واحد هو الاكبر. الف طبعا طبيعة الحال
يعني أنا في عندي لسه الحالة الثانية ولسه الحالة الثالثة. مدام ثلاث حالات F, ELF, ELSE. تمام؟ الحالة الثانية تكون N2 هو الأكبر. إيش الشرط طبعه؟ N2 أكبر من أو تساوي N1 AND N2 أكبر من أو تساوي 3 N3. إيش استذكره تساوي؟ لأنه أنا لو دخلت له مين أكبر، الثلاثة ولا الثلاثة ولا الثلاثة؟ ثلاثة. هنا برينت عن اثنين، هنا إلس غير هيك أكيد بيكون عن ثلاثة هو الأكبر. شايف هذا الكود كله؟ تمام؟ لسه ما عملناش استدعاء. جيت هنا نكتب الاستدعاء. أي مطلوب منك تدخل عن واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة. مفروض يرجع لك سبعة. دخل أرقام متساوية. اثنين 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 برجع لك اثنين. دخل رقمين متساويات. اثنين اثنين أربعة. طلع لك الأكبر أربعة. هاي اثنين اثنين واحد. برجع لك الاثنين. دخل بالسالب. ناقص تسعة. ناقص ثلاثة. ناقص سبعة. ناقص ثلاثة. تمام؟ طيب. هاي الطريقة الأولى. شوف اتأمل لي الكود هيك شوية. شوف السؤال اللي بعده ايش حسوي؟ سيب اللي في ايدك وخليك معي. حنسخ هذا زي هيك. واروح وين؟ هاي اكتب دالة للتمرير ثلاث ارقام. باخذ نفس الحل بالضبط. وهذا الكلام صار مش لازم. صحيح. اطلب عن راح علم لي على ان واحد ان اثنين ان ثلاثة. هدول مش معرفات. بقول له تقلقش. همرر لك اياهم وين؟ هنا. تمام؟ فانت ما ربطنيش، ما عملتليش انبوت جوا الدالة، دايما من خلال السي ال اي. انت حر، دخل وين ما بدك ومرر لي للدالة هذه. تعال اطلع على الاستدعاء. هناك الاستدعاء فيش فيه الا طريقة واحدة. يعني هنا بدك تستدعي كمان مرة زي هيك. مرة ثالثة زي هيك. فيش مرونة. اما هنا شوف طرق الاستدعاء. هاي لارجست. لو تركتها زي هيك ايش بيطلع لي؟ ايرور. شوف هو هذا الايرور ايش؟ تايب ايرور. بس اقرا وافهم. بقول لك انه الداله هذه محتاجه ثلاثه باراميترز. تمام؟ اللي هم ارجمنتس. حكينا باراميترز او ارجمنتس نفس الشيء. اللي هم عن واحد وعن اثنين وعن ثلاثه. انت مش مبرر. قلنا انه ماشي. هاي الطريقة الأولى في الاستدعاء، إن أنا أحط له الباراميترز القيم تبعتها مباشرة. أقول له هنا ثلاثة وخمسة واثنين. ثلاثة وخمسة واثنين. تمام؟ فهي قديش المفروض يطلع الناتج؟ خمسة. إجا واحد تاني بتفزلك. وقال له بدنا نديله كمان رقمين. أربعة تسعة. بتعدي؟ بتعدي؟ لا. شوف إيش الرسالة. اعتمد على نفسك وافهم الرسالة. إيش بقول لك؟ اللارجست هيها بين قوسين يعني دالة. الدالة هذه اللي أنت معرفها. تأخذ ثلاثة arguments وأنت مررت خمسة. Five were given. تم تمرير خمسة. انت والله مظبوط. انا في عندي مشكلة. هذه تاخذ ثلاثة وانا مررت خمسة. يبقى اقل بنفعش اكتر بنفعش. بدك تديله نفس عدد البراميترز اللي انت عرفتها. ايوه.
كيف؟ هذه شغلة متقدمة لسه شوية. موضوع ما بتم معالجته بالتراي والاكسبت. في طريقة تانية ان انا ممكن انه خلي هنا عدد البراميتر فيش فيه تقييد. بس لا قدام شوي. خلينا الاول احنا لسه في عنا في الدالة برضو قضية تانية انه انا بدي اياك تهضمها في الاول. تمام؟ طيب هاي الطريقة الأولى في الاستدعاء. كيف؟ بتدخلهم بالكيبورد بقول له هنا A بتساوي بعرف متغيرات انت انبوت اقول له هنا انتر A دخلتهم برا وهنا البي وهنا السي الطريقة الثانية في الاستدعاء هي الطريقة الأولى أنا مررت له الأرقام مباشرة الطريقة الثانية بقول له largest بمرر له A B C خلي بالك استوعب معي ركز معي هكذا في الطريقة الأولى ثواني يا أستاذ في الطريقة الأولى لما أقول له هنا مش ضابط السكرول معي في الطريقة الأولى ثواني دقيقة بس الطريقة الأولى لما أقول له 3 و 5 و 2 فعلينا الثلاثة بتروح للأن واحد والخمسة لأن اثنين والاثنين لأن ثلاثة وكأنه بتقول له أن واحد بتساوي كديش كانت القيمة تحت ثلاثة أن اثنين بتساوي خمسة أن ثلاثة بتساوي هاي معنى هذا الكلام واضح؟ هاي معنى هذا الكلام هنا ثلاثة بتروح لأن واحد خمسة بتروح لأن اثنين اثنين بتروح لأن ثلاثة فبالتالي وكأنه أن واحد تأخذ قيمتها من هنا وأن اثنين تأخذ قيمتها من هنا وأن ثلاثة من هنا نفس الشيء بالنسبة للA والB والC بس الفرق أنه هنا أنت أعطيت قيم بشكل مباشر ولكن هنا أنت أعطيت متغيرات والمتغيرات هذه لها قيم وين دخلناها؟ كيبورد وين عرفت لانه زميلك بيسأل بيقول لك انه انت هيك انه انت يعني خلاص بطل المستخدم يقدر انه هو يدخل انت لما بدك تستدعي بدك تدي ارقام في الكود بطل المستخدم العادي اللي بعرفش الكود انه يقدر يدخل فبقول له انه احنا ممكن نعمل ادخال برا وتمرر المتغيرات اللي انت ادخلتهم للدالة اي عادية بدون الارجمنتس هيك الانبوت ممكن تتعمل زي هيك A بتساوي 10 B بتساوي A زائد 3 و C بتساوي B minus A مش كل واحد لهم قيم بغض النظر كيف جبناهم جبناهم من الكيبورد جبناهم من الداتابيز من قاعدة البيانات جبناهم من الشبكة جبناهم من واجهة الـ HTML بيعنينيش اللي بيعنيني انه القيم موجودة في A و B و C بمررها فهجيت هنا A 10 B قديش 13 و C 3 قديش مفروض يرجع الأكبر 13 صح
هاي مشاكل 13. هذه الطريقة الثانية تمام؟ كيف؟ هيو 3 و5 و2 صح صح يا أستاذ. المرة الجاية تعالوا معاك كاسة قهوة كيف؟ يا أستاذ مين أكبر؟ الثلاثة ولا الخمسة ولا الاثنين؟ الخمسة خلاص؟ تمام؟ هذا الاستدعاء الأول وهذا الاستدعاء الثاني، لسه بدنا نعمل الاستدعاء الثالث تمام؟ الاستدعاء الثالث بدي أغير، استنى شوية يا أستاذ. إكس واي زد وهنا وهنا بقول له largest x y z. هذه أنا جبتهم من طريق عمليات حسابية، رحت ضربت في قيمة الضريبة، رحت خصمت الخصم المش عارف، بغض النظر إيش هي العمليات، جبتهم من مكان ما، جبتهم من الشبكة من الداتابيز. هدول من وين جبتهم؟ من الكيبورد CLI تمام؟ ومررت نفس الفكرة متغيرات، المصدر اختلف بس. فلاحظ هنا المرونة، انت عندك لما تعرف دالة وتحط المتغيرات هنا بدي لك مرونة صح ولا لا؟ انت كمبرمج بدي لك حرية في الحركة في كتابة الكود، اما هناك خلاص اجبار انه هدول دايما ياخدوا تاخدهم من CLI. واضح الفرق؟ شوف هنا لا مش هنا، هنا حاجات القيمة بدنا ندخل مثلا 2 أو 3 4 9، مفروض يرجع 9 اللي هو الاكس والواي والزد اللي هو الأكبر منهم. يبقى هذا الاستدعاء الأول، هذا الاستدعاء الثاني، هذا الاستدعاء الثالث، هذا هذا الانبوت برا الاستدعاء خارج كود الدالة تمام. طبعا الافضل بدون شك انه انت تستخدم الدالة هذه مع البراميتر، والسبب واضح بديني مرونة والامتحان بتحدد لنا ايش نشتغل. ايوه كاتب لك هنا اكتب دالة للتمرير، ما دام حكيت لك تمرير يبقى خلاص تمرير ثلاث يعني 1 2 3 انا بستخدم هذا الضرب 3 سير يعني انت مالكش في الاستدعاء تمام. انا باجي بستدعي انا يعني بعمل استدعاء من عندي، مره بمرر متغيرات مره بمرر قيم، انا حر تمام. لكن انت المطلوب منك في لما اقول لك اكتب داله بدك تكتب لغايه هنا، يعني لازم افهم كل جمل الاستدعاء. حاجات هذه الدالة مش ضبطت مع كل طرق الاستدعاء خلاص يبقى مطلوب منك كتابة الدالة فقط. لما أقول لك أكتب دالة تكتب دالة بس تمام يا شباب؟ واضح؟ في أي سؤال؟ خلاص بدكم تروحوا؟